ولقد تكلم والدنا العلامة الوادعي رحمه الله في الزنداني وأنا ذاك الإمام ابن باز يثني عليه خيرا، ولم يحصل في ذلك التاريخ أن ابن باز رحمه الله تكلم في الشيخ مقبل أو آذاه أو حتى أساء به الظن من أجل كلامه في من هو يحسن به الظن آنذاك ابن باز. وتكلم الشيخ ربيع وفقه الله وسدده وأخذ بناصيته إلى كل خير، تكلم في أناس كثير ما وافقه كثير من العلماء ولم يهجروه من أجل كلامه في أولئك الذين تكلم فيهم، وربما ما وافقوه على ذلك وليس هذا سبب فرقة. ومن والقاعدة عند أهل الحديث المتأكد منها من علم حج على من لم يعلم، فأنا أثبت